تباركت من حاضرين. هناك آيات في القرآن الكريم أيها الأحبة تجبرك أن تتوقف عندها. يا رسول الله أقريب ربك فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم حسن المعاملة بل عظيم المعاملة مع الناس. تأتي آية ونحن أقرب إليه منكم، شوف كلمة منكم، عندما تكتشف أنك مذنب أو أنك مذنبة، من هذا الذي نعصيه؟ من هو؟ أنا أقول لكم من هو، إنه المنعم. لا شك أن هذا القرب لا يذوقه الكفار أو الفساق أو الظلمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن يذوقه من كانوا قريبين من الله في الدنيا. هذا هو المفتاح. فإني قريب مع الداعية حسين السجاف يأتيكم بإذن الله يوم الأحد والاثنين والثلاثاء عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.